بمناسبة الذكرى 9 لتأسيس منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني، أقام الحزب الديمقراطي اللبناني برعاية رئيسه النائب طلال أرسلان عشاءه السنوي بحضور فعاليات رسمية وسياسية وأعلامية واجتماعية. أرسلان وفي كلمة مفصلة له تناولت الأوضاع المحلية والإقليمية، دعا إلى تحسين الاستقرار مشددا على ضرورة دعم الجيش فعلا لا قولا. لا فرق بين الموقف السياسي والإنماء، وكل ما لا يخدم التنمية والتقدم يهدد في نهاية المطاف مناعتنا الوطنية في وجه الأعداء، ويبقينا رهينة في قبضة الخارج. شو حصلنا بالبلد؟ مندعم الجيش ومنصير نزايد على بعضنا كلنا مين بده يعمل خطابات وتصاريح، وبس يطلع الجيش على عرسال أمام الهجمة التكفيرية على البلد والمنطقة منصير نفوت ببعضنا كطبقة سياسية. شو هو القرار السياسي اللي بدنا نعطيه للجيش لينفذه؟ صلنا شهرين عايشين بقصة مطمر الناعمة وغيره وغيره وغيره، لأنه لا حسيب ولا رقيب. عنا بلبنان فيش حكم، مع الأسف هذا واقعنا المهتري في البلد اليوم. لا يمكن بقرن 21 نقدر نقنع أولادنا إنه فيهم يعيشوا في بلد في مواطن فئة أولى ومواطن فئة ثانية ومواطن فئة عاشرة. ما في تراتبية بالهوية عن أرض الوطن. ختام الاحتفال تم تكريم كل من الزملاء غسان بن جدو، طلال سلمان، وكرم الخياط.